مرحبا بكم، انا عيسى المهيري. وين ما اروح وشو ما اسوي احب اشارك ربعي هالاوقات عبر التواصل الاجتماعي، واليوم بشارككم انتو تجولي في ابوظبي. تابعوني. اليوم جولتنا بنكهة مختلفة، بنشوف بوظبي لكن بوسيلة فريدة، واللي هي عبارة شركة جلبوت اللي تتيح لك انك تشوف اهم معالم بوظبي عن طريق البحر. وانا الحين في المحطة الرئيسية اللي عند بوظبي مول، وقبل لا تبدأ رحلتنا يبالي سيلفي مع العبارة. الحلو في هالعبارة انها محافظة على الاستدامة وصديقة للبيئة، مكيفة بالكامل، وفيها مرافق صحية، وكذلك تعتبر عبارة آمنة ومريحة. وصلنا الحين أول محطة اللي هي محطة البندر، وتربط هذه الممرات المائية اللي تمشي عليها العبارة أهم المعالم السياحية في أبوظبي، وشوفوا محل المنظر. هذا النوع من التنقل يعطي السياح والمواطنين منظور جديد عن الممرات المائية العديدة المحيطة بالمدينة. وصلنا الحين المحطة الثانية اللي هي محطة ياس مارينا، واللي تحتوي على مطاعم وجيم وغيره، يعني هالمكان مناسب لقضاء وقت ممتع. بس تذكرت اني انا واعد ثاني اخويا اوديه رحله بحريه وما وديته، فدام اني رايح المحطه الثالثه فيرمونت بخليه يجيني هناك، ومن هناك بنكمل رحلتنا. وصلنا المحطه قبل الاخيره وتلاقينا ويا ثاني وربيع محمد اللي بنكمل معاهم رحلتنا. قلت لك بوديك البحر. وصلنا الحين المحطة الأخيرة اللي هي في أبراج الاتحاد، بصراحة كان ودي أتقهوى عندهم لكن ما يمدينا، فإن شاء الله في المرات الجاية بجيب أتقهوى وبركب العبارة اللي بعدها. يلا روح. وهني انتهت رحلتنا اللي استغرقت 4 ساعات، وشفنا فيها أهم المعالم في أبوظبي من منظور مختلف. شو رأيك يا ثاني في الرحلة؟ وايد حلوة. عجبتك؟ إيه. وقبل لا نروح شو يبالنا؟ سيلفي. سيلفي يلا معاكم كلكم ومع العبارة.